متابعي وانتيين وين ما كنتوا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه فلاش كان وين تلقاو اخر اخبار كان الكاميرون لحظه بلحظه. بعد غلطه فاتحه من حارس مرميه، منتخب كوديفوار يخسر 3 نقاط ويتعادل في اخر اللحظات مع منتخب السيراليون بنتيجه 2-2. كأعرض نتيجة إلى حد الآن في الكان، منتخبنا الوطني فوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 4-0. بعد تسجيله لزوز أهداف وتمريرة حاسمة في مباراة موريتانيا، لاعبنا الدولي وهبي الخزري يتوج بأحسن لاعب في المباراة. هذه كانت فلاش كان اليوم، أنا تلقوني غدوة في فلاش جديد، وما بقى لي كان قولكم باي باي.